موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ذكره: صير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم ومسيئهم عن محسنهم وظالمهم عن مظلومهم وظالمهم عن مظلومهم والشهر الحرام والهدي والقلائد. فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض إذ لم يكن لهم قيام غيره، وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم. ونص كلام ابن جرير. وقد روي عن مجاهد قال: إنما سميت الكعبة لأنها مربعة. وروي مثله عن عكرمة. قال ابن جرير: وأما الكعبة فالحرم كله، سماها الله تعالى حراما لتحريمه إياها أن يصاد صيدها أو يختلى خلاها أو يعضض شجرها. يختلى خلاها يعني يجمع حشيشها، يعضض يعني يقطع شجرها، وفي روايات شوكها. وقد فسر ابن جرير قياما للناس بالقوام، وروى في ذلك أثرا منها عن مجاهد: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قال قواما للناس. وقال سعيد بن جبير: صلاحا لدينهم، وعنه شدة لدينهم، يظل دينهم قويا يعني شدة لدينهم، يعني مع تعظيمها يكون دينهم قويا. وعن ابن عباس قال: قيامها أن يأمن من توجه إليها. وعنه أيضا: قياما لدينهم ومعالم لحجهم. وقال السدي: جعل الله هذه الأربعة قياما للناس هو قوام أمرهم. قال ابن جرير: وهذه الأقوال وإن اختلفت من ألفاظ قائليها ألفاظها، فإن معانيها آيلة إلى ما قلنا من ذلك، من أن القوام للشيء هو الذي به صلاحه، كما أن الملك الأعظم قوام رعيته ومن في سلطانه، لأنه مدبر أمرهم وحارز ظالمهم عن مظلومهم والدافع عنهم مكروها من بغاهم وعداهم. وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد قوام أمر العرب،
الذي كان به صلاحهم في الجاهلية، وهي في الإسلام لأهله معالم حجهم ومناسكهم ومتوجههم لصلاتهم وقبلتهم التي باستقبالها يتم فرضهم. ثم قال ابن جرير: وبنحو الذي قلنا في ذلك قالت جماعة أهل التأويل، ذكر السند عن قتادة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية، فكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب، وكان الرجل لو لقي قاتل أخيه قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقرب، وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فأحمته ومنعته من الناس حتى يأتي أهله، حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية. وروي نحوه عن ابن زيد وابن عباس. وقد مضى في أول السورة ذكر الشهر الحرام والهدي والقلائد، وقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. روى ابن جرير، قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: اعلموا أيها الناس أن ربكم الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتها وهو يحصيها عليكم ليجازيكم بها، شديد عقابه من عصاه وتمرد عليه على معصيته إياه، وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب إليه، فساتر عليه وتارك فضيحته بها. إن معنى الغفر معنى الستر. رحيم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها. حاجة غير معتادة أن ابن كثير يجيب ألفاظ ابن جرير بالضبط من غير ما يزود عليه. قوله: ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، هذا من الله تعالى ذكره تهديد لعباده ووعيد. يقول تعالى ذكره: ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم، أيها الناس، بإنذاركم عقابنا بين يدي عذاب شديد، وإعذارنا إليكم بما فيه قطع حججكم، إلا أن يؤدي إليكم رسالتنا ثم إلينا الثواب على الطاعة وعلينا العقاب على المعصية، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يقول وغير خفي علينا المطيع منكم القابل رسالتنا العامل بما أمرته بالعمل به من العاصي الآبي رسالتنا التارك العمل بما أمرته بالعمل به، لأننا نعلم ما عمله العامل منكم فأظهره بجوارحه ونطق به لسانه، وما تكتمون يعني وما تخفون من في أنفسكم من إيمان وكفر.
أو يقين وشك ونفاق. يقول تعالى ذكره: فمن كان كذلك لا يخفى عليه شيء من ضمائر الصدور وظواهر أعمال النفوس مما في السماوات وما في الأرض، وبيده الثواب والعقاب، فحقيق أن يتقى وأن يطاع فلا يعصى. قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، لا يعتدل الرديء والجيد والصالح والطالح والمطيع والعاصي، ولو أعجبك كثرة الخبيث. يقول: لا يعتدل العاصي والمطيع لله عند الله ولو كثر أهل المعاصي، فعجبت من كثرتهم، لأن أهل طاعة الله هم المفلحون الفائزون بثواب الله يوم القيامة، وإن قلوا دون أهل معصيته، وإن أهل معاصيه هم الأخسرون الخائبون وإن كثروا. يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تعجبن من كثرة من يعصي الله فيمهله ولا يعجله بالعقوبة، فإن العقبة الصالحة لأهل طاعة الله عنده دونهم. عن السدي: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. قال: الخبيث هم المشركون والطيب هم المؤمنون. وهذا الكلام وإن كان مخرجه مخرج الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد به بعض أتباعه، يدل على ذلك قوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يعني الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، أن يتقوا الله جميعا، هذا أمر لهم جميعا، إعلام لهم جميعا. وفي الحقيقة هذا قول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله، أي للناس، فهذا واجب على الناس أن يعلموه. وقوله: فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، يقول تعالى ذكره: واتقوا الله بطاعته فيما أمركم ونهاكم، واحذروا أن يستحوذ عليكم الشيطان بإعجابكم كثرة الخبيث. بإعجابكم يعني بكثرة الخبيث، فتصير منهم يا أولي الألباب، يعني بذلك يا أهل العقول والحجة الذين عقلوا عن الله آياته وعرفوا مواقع حججه، لعلكم تفلحون. يقول: اتقوا الله لتفلحوا، أي كي تنجحوا في طلبتكم ما عنده. قال ابن كثير: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك يا أيها الإنسان كثرة الخبيث.
يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار، كما جاء في الحديث: وما قل وكفى خير مما كثر ولا. وقال أبو القاسم البغوي في معجمه: أظن أن هذا فيه خلل، فإن البغوي ليس هي دي، والله أعلم، الطبراني، لأنه صاحب المعاجم، والبغوي هو أبو الحسين. المهم، عن أبي القاسم الطبراني، قال أبو القاسم الطبراني في معجمه سنده عن أبي أمامة أنه أخبره عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري أنه قال: يا رسول الله، ادع الله أن يرزقني مالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، لا تطيق شكره فيكون فتنة. إسناده ضعيف. وعلي بن يزيد الألهاني اللي هو أبي عبد الملك متروك الحديث، وقال البخاري منكر الحديث. طبعا القصة دي مشهورة جدا، إن ثعلبة بن حاطب هو الذي نزلت فيه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. وهذا ضعيف في أنها نزلت في ثعلبة، فإن ثعلبة من أهل بدر، وأهل بدر لا يصح منهم النفاق، وذلك أن ثعلبة بن حاطب البدري قد استشهد يوم أحد، فليس هو صاحب القصة. فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول الصحيحة المستقيمة، وتجنبوا الحرام ودعوه، واقنعوا بالحلال واكتفوا به، لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.